يل تسأل عن الزهرة من عقب النبي المختار، أنا الباب واسمعني أروي وش جرى وصار. هذا الباب يسولف لنا، أنا الباب في كل يوم يجيني المصطفى المرسل يقرأ آية التطهير والأملاك تتنزل. النبي ما يدخل بلا استئذان، والله ما جوع، لازم عندي يتمحل. اسمع من عقب عناه سوت زمرة الأشرار، قول يا الباب بعد ما أظلموا بي لهيب الجزل والنيران، تاليها إجا الحاقد بلا حرمة وبلا استئذان، سوى حجم عالدار وأبد ما هاب وروع خيرة النسوان. تحلقك شوية، هجم عالدار والزهرة حسرة ما عليها خمار. تبجي على أمك بالزهرة، أنا حسيت من مسكتني بيديه لادت بي تتستار والظالم يناديها، علي بايعنا لها الدار احرقها بمن فيها. يا علي المعذره منك، ها وحين اللي غشاه النار لطم خدها الغدار. ماذا بلا دمعة يا باب، بس لطمها قال لا والله. شلون حيل ونقرأ على الزهرة، شلون حيل ونقرأ السوى. قول قول الله، حط الرجس رجله علي وقام يعصرها. يعصرها وتنادي، طلعها من قلبك، ها يعصرها وتنادي وحادر عانة الضرا. لما سمع عنتها رق قلبه أيها الباب، قال لا وظل يدفعني بالقوة حتى ضلع الزهرة كسرها. يقول يا زهرة ومن دمها صبغ لاني يا من صابها البسمة. بعد عندك حاجة، عندك حاجة يا الباب؟ قال ايه باقي حاجة واحدة. شنهي؟ قال شفتها بضعة الهادي طاحت حين عسرة. خلوها لما طاحت يقول وظلت انا مفتوح ودار الوحي طباها، وانا الشاهد يوم القيامه شفت فاها.